طيب بص، احنا بقى عندنا تصريحات وعندنا حاجات هنعلق عليها وكل الكلام ده، وانا بحب دايما اركز قوي كمان في تصريحات تحديدا موسيماني. موسيماني عبر عن يعني سعادته بالفوز، واكد ان تاهل الاهلي لنهائي البطوله لم يحسم بعد، رغم هنا بنتكلم الرباعيه. اكد كمان ان فريق يعني وفاق ستيف بيظل فريقا قويا وخطيرا، وان التاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا لم يحسم بعد من القاهره، ولكنه سوف يحسم من مباراه العوده يوم السبت 14 مايو الجاري زي ما احنا عارفين في الجزائر. دي بعض التصريحات اللي احنا يعني ممكن ما نستوقفش عندها، لكن اللي هنقف عنده التصريحات اللي هنسمعها دلوقتي، ونرجع نحاول نحلل شويه كده موسيماني ورايه في المباراه، وكمان فكره هنا رايه في الجول اللي اتلغى زي ما انت عارف في الدقائق الاولى، لان برضه في كلام وغيره. خلينا نسمع ونرجع نكمل. I've known Percy for 20 years. بيعرف بيرسي من 20 سنه. And also I've been a coach for 21 years. هو كان مدرب، قال له مدرب بقى 21 سنة بيدرب. Yes, and it has been a big concern even for myself. حاجة مهمة جدا حتى بالنسبة لي أنا. But I've always said to you that I get worried if the team doesn't create the chances. دايما كنت بقول لكم يعني في المؤتمرات الصحفية أنا كنت بقلق لو الفرقة ما خلقتش فرص. But when the team makes the chances. لكن لما نخلق فرص، الناس تصنع فرص. You have it gives you a hope. بتديك أمل. And it's not all about Percy scoring today. والموضوع كله مش مكاتب ان بيرسي سجل النهارده. I've also waited for Sharif about 10 games to score one goal. منتظر برضه شريف من 10 ماتشات ان يجيب لي جون وجاب لي. You know, so let's not focus on Percy only. ما ركزش بس على بيرسي بقى. We have a team. عندنا فريق. But for me the most important was Tahir to score. الأهم بالنسبة لي هو كان طاهر مسجل. Because I took a decision that he must play striker. لأنه خد قرار النهارده يلعبوا راس حربة. And I know if he doesn't score you'll always say why he doesn't, why you, what was the decision. وعارف طبعا هو ما كانش سجل النهارده كنت هتلوموه تقول ليه لعبته راس حرب، لعبته راس حرب. That's the life of a coach. ودي هي حياه اي مدير فني. You should be brave but don't make decisions because you're crazy. يبقى شجاع بس لازم تاخد قرار يقول لك انت مجنون. Make decisions that you think there's a possibility. في ياخد قرار وفي امكانيه. I can't keep Percy all the time on the team he doesn't score. Must change him. ما اقدرش اخلي بيرسي موجود على طول. وسام وسام is not scoring. I must change him. وسام حسن ما كانش بيسجل ليه غير. شريف is not scoring. I must change him. شريف برضه نفس الموضوع. صلاح has not been scoring. I must change them. صلاح محسن نفس الموضوع. I must find a new solution. لازم نشوف حلول ثانيه، كل اللعيبه دي ما بتسجلش لازم نشوف حلول ثانيه. I got tired tonight. فحط النهارده طاهر راس حربة. Unfortunately the first goal was offside. للاسف الهدف الاولاني سجله كان. But I'm happy. الحمد لله he scored. بس سعيد ان هو سجل. But that's football for you. ودي كرة قدم. We have not qualified to the semi final. بقول لحياتك هيثم، هيك بتقول مبروك ان هو النتيجه دي تقريبا حطيت رجلك في النهائي تقريبا بشكل كبير، ممكن تديك فرصه انك تعمل تغييرات في الماتش العوده، بيقول لك احنا لسه ما تاهلناش. You will see our preparations are not going to be casual. بقول اعدادنا ما كانش بسيط. And you will see even the team over there is not going to be casual. والفريق برضه هناك مش هيسيبها الموضوع بسهوله. I've been coach for 21 years. I've seen a team turn the results from 4-0 to 5-4. انا شفت، انا بقالي 21 سنه بدرب، شفت فرقه كانت مغلوبه 4-0 ورجعت وكسبت 5-4. Maybe this happened here, I'm not sure. هي حصلت في مصر هنا، مش متاكد يعني، بس بتهيألي بتحصل يعني. We played well when Satif still had 10 against 11 against 11 on the pitch. حضرتك بتقول له عشان برضه عشان ما اسمعش، بيقول له انت يعني كسبت عشان انت فرقه الاهلي كانت قويه، ولا كانت فرقه ستيف كان هو اللي سيء خاصه بعد الطرد؟ ويا ترى انت شفته بنفس الشكل الخطط انت درسته قبل الماتش، لقيته بنفس الشكل ولا كان شكل مغاير؟ بيقول لحياتك احنا لعبنا كويس حتى قبل ما تترد منهم لعيب، كنا بنلعب 11 قدام 11، كنا متسيدين اللقاء، كنا بنلعب كويس. And we control the game even when it was 11 against 11. وتحكمنا في مجريات اللقاء حتى وكان هم بيلعبوا 11 قبل ما تترد منهم لعيب. And in football and if you come here and play us luckily and you get a red card early on a big game like this, of course we will take the opportunity. وطبعا لما تيجي تلعب في كره القدم، تيجي تلعب قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي هنا وتاخد كارت احمر مبكر، طبعا انا هتدفع ثمن واحنا هنستغل الفرصه. And you cannot be careless and get a red card and let your team down. ما ينفعش تلعب باهمال وتاخد كارت احمر وتاثر على فرقتك، تخلي فرقتك تتاثر. The second question, I don't make the rules. لا انا ما اقدرش، ما بعملش القوانين عشان اقول I follow what I'm told. انا بيت. I can't do nothing with it. Okay, it's not for me to change the rules because even if I say I want this and then it comes the other way. لو قلت انا عايز بشكل معين مثلا العب ذهاب وعوده، do you think my talk will influence the decision؟ يبقى كده كان يبقى اسرع القرار.
But my only thing is, of course, a neutral venue. طبعا دلوقتي طبعا من وجهه نظري دلوقتي في الوضع الحالي طبعا عايز ارض محايده. I think it's only fair. واعتقد ده من العدل يتعمل. That's my only decision. Whether it's home or twice, home away, whatever. لكن نرجع بقى تاني زي بقى او عوده مش هتفرق، بس المهم تبقى لو هتلعب مباراه واحده في ارض محايده. I think there are rules with CAF. So I think they will follow the rules. قوانين في قوانين مع الاتحاد الافريقي بيتبعوا. كوتش وادي از مسج فور ذا اهلي. The supporters. You saw how they came over here. شفتوا الجماهير النهارده كانت موجوده ازاي بتساعدنا في الاستاد. They never gave up on us. عمرهم ما سابونا عمرهم ما يكسوا مننا. Yes, we've been not scoring. كناش بنسجل فتره طويله كانوا بيساندونا. They trust us. واثقين فينا. They believe in us. مؤمنين بينا. They sang from the minute one until the match. شجعونا من اول دقيقه لاخر دقيقه. Okay, what can I say? We only have to score goals to make them happy. الحاجة الوحيدة ممكن نعملها إن إحنا نسجل أهداف عشان نسعدهم. Yes, they support us, and when you play with a stadium like this and they are all here, you feel pressure to win and you feel confident to win also. وعندنا بنلعب في ماتش في استاد مليان بالشكل ده يبقى عندنا ضغط إن إحنا نكسب وفي نفس الوقت بقى عندنا ثقة إن إحنا نلعب ونكسب. Yes, supporters are always behind us. They never let us down. دايما بيساندونا على طول عمرهم ما بيسيبوناش، جماهير النادي الأهلي على طول في ظهرنا. طيب في كذا حاجه كريم لو بصيت كده التصريحات موسيماني هتلاقيها يعني مهمه. اولا فكره هنا لما بيتكلم احنا لسه ما تاهلناش، يعني بعض الصحفيين امبارح كمان انا تابعت جزء من المؤتمر الصحفي كانوا بيتكلموا ان خلاص يا موسيماني انت كده ضامن خلاص التاهل، قال لك لا انا لسه ما تاهلتش لسه عندك يعني مباراه ثانيه مهمه جدا وهي دي الكوره، هي قال لك هي دي كره القدم، انا بدرب بقالي سنين طويله جدا وفي فرق بتبقى خسرانه جدا وبعدين بتعوض في الاياب وبتتاهل هي العكس بيكون صحيح. فالنقطة اللي هي فكرة ان احنا نبدأ نحتفل دي نقطة اعتقد في غاية الاحترام. فكرة تانية وهي فكرة هنا انه قال لك انا بعتمد على او بقلق قوي لما ما نصنعش الفرص، صناعة الفرص من الحاجات اللي بيركز عليها جدا موسيماني، يعني دايما حتى هو لو السكور في الاخر او النتيجة ما كانتش لصالح الاهلي يقول لك بس احنا قدرنا ان احنا نصنع مثلا 20 فرصة، من ال 20 فرصة قدرنا ان احنا نحرز كذا او غيره. ففكرة هنا صناعة الفرص اعتقد من الحاجات اللي موسيماني بيبقى حريص جدا ان الفريق كل مباراه يعني يكون محققها. النقطه كمان اللي هي الهدف بتاع طاهر لان هو كان تحدث زي ما حضراتكم شفتوا هو كان زي بيراهن عليه علشان هو حطه راس حربه ففي مراهنه عليه، كان حريص جدا هو قال كده هدف طاهر هو الاهم في مباراه ستيف. ده بالنسبه لموسيماني. بالنسبه بقى الصعيد الاخر وطبعا يوري داركو نوفيتش هو المدرب الصربي للفريق او فريق الوفاق هو كان برضو ليه تصريح لان احنا شوفوا احنا كلامنا ايه، احنا بنقول لسه ما عندناش يا كريم فرصة التأهل، لسه احنا ما تأهلناش، لسه قدامنا يعني مشوار. على الصعيد التاني لما تيجي برضو تركز في القسم بتاعك بيصرح ازاي، هو قال من الصعب تعويض رباعية يعني الأهلي في الجزائر. فده التصريح الخاص بالمدير الفني لستيف. ففي نفس الوقت ده هل ده ليه رسائل ولا لا؟ ممكن تكون ليه رسائل على فكرة سلبية على فريقه لما المدير الفني يتحدث بهذا المنطق برضو صعب. الله أعلم ممكن تبقى ليها حاجة خفية وراها ولكن تصريح أعتقد مش أفضل شيء. يعني أنت المفروض تكون داعم للفريق بتاعك لسه عندهم مباراة وزي ما بيتقال كرة القدم ما فيهاش حاجة مضمونة. فإن أنت تطلع تقول من البداية كده إن صعب إن إحنا يعني نعوض هذه الرباعية أعتقد ما كانتش الأفضل. النقطة الثانية برضو اللي حضراتكم لازم تبقوا عارفينها إن قبل هذه المباراة وهذا يعني اللقاء كان رضا بن دريس ده اللي هو كان مساعد المدير الفني برضو كان قدم استقالته ده وفقا لبعض الأسباب الخارجية مالناش دعوة بيها بس ما كانش برضو متواجد وده يمكن عمل برضو اهتزاز شوية في المنافس. يعني دي كده كانت الأجواء. على كل حال إحنا نتمنى إن شاء الله مباراة الذهاب تكون مباراة قوية وزي ما بيتقال كده إحنا نقدر إن إحنا نتأهل بسهولة. أكيد إحنا نتمنى إن إحنا نتأهل بسهولة رغم أي حاجة يعني بس اكيد ان احنا عايزين نشوف مباراه حلوه وسهوله برضو للعيبه بتوعنا. والله نتاهل انا ود بسهوله بصعوبه المهم نتاهل والسلام وربنا يصلح الحال ان شاء الله عشان طبعا كل الاهلاويه في كل مكان مستنيين برضو هذا اللقب للعام الثالث على التوالي ودي قدرات وامكانيات وطبيعه لعيبه النادي الاهلي اللي فعلا قادرين ان هم في كل نسخه من اي بطوله بيشاركوا فيها ان هم فعلا يوصلوا للنهائي. الحقيقه التصريحات اللي نهاوند يعني علقت عليها فيما يتعلق بكلام موسيماني او حتى كلام المدير الفني لوفاق الصيف نقدر نقول ان هم الاثنين تصريحات يعني تصريحاتهم كانت واقعية إلى حد كبير يعني من زاوية معينة لرؤية الأمور وطبعا أنا معاك إن ممكن ده يبقى له شيء من الانعكاسات السلبية بس ما هو الراجل كلامه حق يعني عنده حق مليون في المية فعلا صعب جدا إحنا بنتكلم على 4-0 مش 1-0 2-0 ده على صعيد المدير الفني لوفاق الصيف. على صعيد موسيماني فهو الحقيقة كالعادة كلامه دايما موزون وكلامه دايما موضوعي وكلامه دايما
ما بيحاولش من خلاله ان هو يدور على اي شماعات، يعني حتى لما بيكون في اوجه انتقاد تستحق التوقف عندها وتاملها ومناقشتها، الراجل عمره ما دفن راسه في الرمله وعمره ما اوجد مبررات يعني ايه وهي او غير موضوعيه. فالحقيقه دايما هو كلامه موضوعي. طيب اللي شفناه من خلال الفيديو اللي فات كان جانب من تصريحات بيتسو موسيماني.